بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد. مبارك 2022 من محافظة البحر الأحمر ومن مدينة الغردقة. قاعدين كده فقلت أصور معاكم فيديو كده أتكلم معاكم عن الغردقة وجمالها. المدينة جميلة وملحنا فيها وما شاء الله ممتازة جدا، أسعارها كويسة أوي على فكرة، وفيها كل حاجة. أنت لو عايز تقعد على فندق، عايز تقعد في مثلا في عماير سكنية جوه المدينة، جوه أساسا في عماير سكنية جوه بس بعيد عن البحر طبعا، أسعار كويسة. لو أنت قاعد في قرية سياحية طبعا أسعار مختلفة تانية خالص. تبقى لحضراتكم دلوقتي على البحر القرية السياحية على الممشى السياحي ده اللي عليه جميع القرى السياحية. النهاردة الهواء شديد شوية وطبعا مفيش ناس كتير قوي في المية، لكن هنا جنبنا هنا البيتش هنا كده جميل، في عدد كبير جدا. النهاردة طبعا النهاردة ثالث يوم العيد، في حجم مصريين كبير موجود في المكان، لكن احنا كنا بالعيد بيومين موجودين ما كانش في مصريين خالص طبعا، او قبل العيد ويوم العيد كان لسه طبعا ما نزلتش. النهارده في مصريين موجودين كتير في المكان. يمكن صورت فيديو امبارح بالليل وقلت ان في الاسعار بتختلف لما دخلت جوه المدينه هناك وبسال. طبعا انا لفيت كتير قوي في البلد، يعني قعدت حوالي اسبوع فلفيت كتير قوي وشفت الاسعار فيها عامله ايه. جوه في شقق بتتكلم في الشقه مثلا بتتكلم في حوالي 80 متر، بتكلم في الشقه في السعر في الليله حوالي 500 جنيه تقريبا في الليله، وممكن في اقل من كده، ممكن تتكلم في 400، في حاجات في حدود 1000 جنيه، في حاجات في حدود 2000 جنيه، بتختلف يعني. النهارده مفيش عدد كبير قوي من السياح موجوده اهوت على البيتش، لكن عشان خاطر طبعا النسبه للهواء فمفيش ناس كتير قوي في البحر، اغلب الناس قاعده، الهواء النهارده شديد شويه. بالنسبه للاسعار، طب بالنسبه للقرى السياحيه بتتكلم طبعا الفنادق والقرى بتختلف من مكان لاخر يعني. معذره بس انا بصور من غير مايك وممكن الصوت يكون مش كويس قوي يعني. يا ريت كله اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وشير للفيديو. ما بتتكلم مثلا على القرى السياحيه الاسعار فيها بتختلف. ممكن انت عندك في بعض الفنادق بتتكلم تبدا من 3000 جنيه مش اقل من كده، لا طبعا يعني حضراتكم يكون شغال من حدود 3000 طالع لحد طبعا اقامه كامله اوبن بوفيه يعني كل الخدمات. بالنسبه للشقق طبعا ما اتكلمنا فيه، طبعا مراكز سياحيه في شقق بتبدا من 1000 جنيه في اليوم، وفي 800، في اقل حاجه 600 جنيه تقريبا. طبعا حضراتكم في اقل حاجه 600 جنيه بتكلم فيها كسعر في الليله بالنسبه للمراكز السياحيه، ودي بتكون شقق حوالي 800 متر او 600 متر او حاجه زي كده. طبعا حضراتكم في طبعا في القرى السياحيه في حاجات طبعا اسعار بتختلف، بتبدا مثلا في حدود حاجات في حدود 1500 جنيه. طبعا الاسعار بتختلف من مكان لاخر، ولكن لما تمشينا في البلد وشفنا الاسعار بقى والمعيشه، في حاجات ممكن انت تقدر تعيش باقل تكلفه ما تصرفش كتير قوي يعني. يعني طبعا اسعار الاكل والشرب كلها عاديه خالص، الموضوع مش صعب ولا مكلف. انت ممكن تاخد شقه وممكن تشتري طلباتك وتعمل اكلك وشربك في البيت عادي خالص، انت مش عايز تاكل بره او مش عايز ان انت تكلف نفسك او مش عايز تصرف كتير قوي. ممكن تاخد شقة وانت تصرف تعمل اكلك وشربك وحاجاتك وطلباتك في شقتك وتنزل على البحر بتاعك. بتختلف بقى لو انت خدت جوه المدينة هناك، ما بيكونش عندك يعني شط زي ده ان انت من حقك تدخل. تدخل بقى الشاطئ اللي هي بالمصة اللي هي بالفلوس طبعا يعني، وطبعا دي بتختلف من مكان تاني حسب السعر بتاعه بيختلف يعني من مكان لاخر. الاسعار بتبقى مختلفة شوية حسب الشط اللي انت داخل فيه والامكانيات بتاعته والكلام ده كله. طبعا حضراتكم
لكن لما بتاخد بقى في قرية سياحية أو بتاخد في حاجة بعض البلاجات اللي هي موجودة على الشط مثلا، بتيجي مثلا بتتكلم مثلا في حاجات، يعني حاجات تبقى زي نظام استوديو كده مثلا، يكون مبنى وزي نظام استوديو، تتكلم في غرفة عاملة حوالي 50 متر، تتكلم في سعر مثلا ممكن في حدود 800 جنيه في الليل، وتبقى انت ليك شط ومن حقك انت تدخل الشط عادي خالص، يعني الموضوع ما بيبقاش دي جميلة، أحسن ما أنت تسكن بعيد قوي وتركب مواصلات وتروح وتيجي تروح تطلع تذاكر وتدخل شط وكلام من ده، ومضطر أنت تقعد طول اليوم عشان تعطي التذكرة بتاعتك وكلام من ده كله. خدت بال حضراتكم؟ فنتمنى ليكوا والجميع رحلة سعيدة ورحلة موفقة، وطبعا كان عيد جميل الحمد لله، يعني قضيناه هنا مع الأهل والأصدقاء برضه، قضينا معاهم العيد في الغردقة، وطبعا كان تغيير، يعني كسرنا المود بقى، وان انت كل سنة بتعيد مثلا في بلدك او محافظتك اللي انت قاعد فيها. خدت بال حضراتكم؟ شيء جميل، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم جميعا، ونتمنى ان انتم تدعمونا في قناتنا وقناتكم مصر الخضارة سلام رمضان. زي ما قلنا احنا اساسا شركة استيراد وتصدير تخليص جمرك وشحن دولي، ولكن بنعمل فيديوهات تصرفية في جميع اي محافظة انا بنزلها بحب ان اصور فيها، بيبقى شيء كويس، يعني الناس اللي ما بتروحش مكان معين، يعني لما انزل اي محافظة ايا كانت بحب اصور فيها، طيب بيبقى كويس، في فايدة للناس، الناس بتطلع على الاماكن، وبعدين كاميرا الفيديو بتكون واضحة وصريحة، غير انت بتتكلم على برنامج تلفزيوني او اي حاجة بتشرح مكان معين، بيدخلك في حاجات تانية خالص يعني، ويبدأ يظبط لك الدنيا، لكن احنا بنصور حاجة طبيعية، بنتكلم في كل حاجة زي ما هي موجودة، ما بنجملش حاجة. خدت بال حضراتكم؟ زي ما انا قلت لكم طبعا بالنسبة للعيشة والسكن هنا في الغردقة، لا الموضوع بسيط جدا، لو انت مش ساكن في قرية سياحية او مش واخد غرفة في فندق وكلام من ده، لا مش مكلف، ممكن تاخد شقة بره وتشتري طلباتك واكلك وشربك وتلاقي الدنيا معاك مش غالية قوي ولا الاسعار عالية قوي، ما بتشتري حاجات من الماركت او من السوق التجاري بالسعر العادي خالص اللي هو زي كل الناس ما بتشتريه في كل مكان، كأكل كشرب، نزلنا وتسوقنا وشفنا حاجات، كل ده كله بسيط ومش مكلف خالص، اسعار بسيطة زي اي مكان في الجمهورية، مفيش اختلاف خالص نهائي يعني، ولكن كل الموضوع انت بتتكلم على ان انت لو من مكان بعيد او بعيد عن الغردقة، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لما تكون الدنيا مكلفة او عالية او مش عالية، فكان يعني انت بيبقى عندك انت بأتوبيس او كلام من ده، هو ده الفكر كله، لكن غير كده لا الموضوع بسيط، هو بس مشوار الغردقة فقط لا غير، ان شاء الله يقربوا من الصعيد، بتبقى كويسة لأهل الصعيد يعني، لو حد منهم بيجي بتبقى قريبة، لو اتكلم أنا جاي مثلا من مدينة العاشر من رمضان، بتكلم في 5 ساعات مثلا ماشي في الطريق، طبعا بالنسبة للمحافظات التانية مشوار يعني، فلا جميل جميلة، وطبعا البحر جميل جدا ممتاز قوي، طبعا بتنزل هنا شوف نقاء المية هنا، النقاء بتاع المية، بتكلم انت بتنزل هنا بتلاقي السمك تحت رجليك، طبعا الشاطئ مختلفة من مكان لآخر يعني. طبعا حضراتكم رحلات بقى اللي هي البحرية، في جزيرة في البحر هنا ممكن تدخل لها من أي قرية من القرى السياحية، تطلع الرحلة يعني مثلا لو انت أسرة ممكن تطلع رحلة مثلا في حدود 5000 جنيه، تطلع تنزل الجزيرة وتستمتع هناك بجو جميل قوي، لو انت هتعمل بقى دايفنج او حاجة زي كده، طبعا الدنيا بتختلف شوية حسب ما انت نازل تعمل ايه، وتقعد في القرية السياحية وتقعد تقضي اليوم بتاعك هناك في الجزيرة، سورة انا اسف، حاجة تانية خالص بصراحة يعني، حاجة جميلة جدا 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 يعني.
طيب ده فيديو تسويقي لمدينه الغردقه، عروس طبعا البحر المتوسط، وهي من اجمل المدن الساحليه في جمهوريه مصر العربيه. والغردقه كان زمان كانت بتمتاز، يعني ميزه بيقول عليها الناس اللي شغاله فيها كانتش بيدخلها غير الاجانب، ولكن طبعا بعد ما السياحه الدنيا كانت باظت في السياحه شويه وبعد الكورونا والكلام ده كله، بدأت الغردقة ان دلوقتي المصريين بفكرهم وثقافتهم بدأوا يتجهوا لها، وانا شايف ان ده شيء ايجابي وجميل وكويس ان انت ما تكون اهل البلد بيعملوا سياحة داخلية في المدن المصرية، غير ما تكون المدينة مقتصرة على الاجانب، بل هنا المصري كمان بيدخل بيكون اغلى من الاجنبي في الاسعار بتاعته، بيكون في اغلى من الاجنبي في الاسعار بتاعته. بتتكلم في هو الاجنبي عنده ميزات، بيدخل مع شركات سياحيه بيتفق معاها بسعر تذكره الطياره بسعر الفندق، كل الكلام ده كله رخيص جدا. يعني مثلا حد جاي من اوروبا تتكلم بيقعد 15 يوم بتذكره الطياره مثلا اذا كان جاي من اي دوله في اوروبا، يعني ايا كانت، تقريبا في حدود 1500 دولار، وده سعر مش عالي. لا مش عالي، انت بتركب تذكره طياره وتقعد اقامه 15 يوم في فندق، حط بال حضرتك انت وزوجتك مثلا وكان معاك طفلين، تتكلم في 1500 يورو او دولار، الموضوع مش مكلف. لا لا جميل جدا وممتاز وسعر كويس قوي. انت بتيجي تروح دوله عربيه هنا بتسافر تذكره الطياره بتعدي معاك 10,000 جنيه، طب انت بتيجي تتكلم على اوروبا ونيجي من هناك لهنا وفندق وكلام من ده، ممتاز جدا وجميل قوي. عامة احنا بنتمنى لكم رحلة سعيدة، وكنا معاكم في الفيديو الجميل ده من محافظة البحر الأحمر ومن مدينة الغردقة، وطبعا بشكركم على المتابعة، وياريت كلنا نعمل لايك وشير للفيديو. نشكركم وهنقفل طبعا الفيديو دلوقتي، وكل سنة وحضراتكم طيبين، مصر كلها بخير وسعادة، دمتم في رعاية الله، مصر حضارة، سلام رمضان. اللي على اليمين ده من الست قرية سياحية، واللي لما دي قرية سياحية.
والعمارتين دول واللي قدامهم دوت تبع شركه اسمها المركز السياحي. العماره دي والعماره دي خدت بالك، ومن السور ده للسور اللي هناك ده، يعني مش تبع اهالي. لا شركه واحده بس، هي بيع الاهالي، بيع يعني اللي عايز يشتري بيشتري، بيبيع وبيملكه برضه. بس الاشياء زي دي تعمل كتير قوي، كتير قوي. الشاليه اللي عندك ده الوحده فيه 55 متر، اوضه وصاله صغيرين 55 متر مليون. هنا بقى بتعدي برضه، لان هنا المساحات كبيره بالرمل. لو شاهد اللي زي دي بالليل خلاص تعمل لها مليون و700 الف، 2 مليون كده يعني.